مخاطرتي عن الوهم. وهم جزء كبير من حياتنا عايشين بالوهم، كلنا متوهمين ان هذا حقيقة او صج، بس هو غير. يعني يمكن 10-20% لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الحين هالايام الحكي على الخطاب الديني، لاحظ انا من سنين انا خريج معهد الايمان الشرعي، من 70 إلى 80 مدرسة الوالد، معهد الايمان الشرعي، العلوم الشرعية، معهد الايمان الشرعي مذهب شافعي. 70 إلى 80 الوالد سيدي وصار شمس احمد الفعل وزير نائب شيخ الطريق الرفاعية الصوفية سوا، ومشايخ الهيتو والبسونية وحسن هاشم والمغاورية المقرئين وبشير السعبي والعليمي واحمد عبد الاول والاردينية، والله كل العلوم ياب، كل المشايخ حتى مقرئين القرآن يابهم، سبحان الله. فخطابنا تدرون شو مشكلته؟ متركز على 3 كلمات: الشرك والبدعة والتوحيد. يعني هذا أشياء 3 مو موجودة في المجتمع الكويتي. الله يرحم الأموات، الفاتحة. يوفق الأحياء. اسمح الوالد سيدنا. آمين آمين. احنا لازم نركز على 3 نقاط او 3 كلمات: الاحسان، لان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم درسناها احنا تقات المنقف بفحيل مع دماء الشرعي. الاحسان، لان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قعد مع جبريل قال اخر شيء ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك. مرتبه الاحسان عند الاستاذ الصوفيه الوالد كشيخ طريق رفع سمة الديوان المنصوري كله كان ياكد عليها. والكلمه الثانيه محبه، باب الدخول الى الله محبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والناس، نحب الفرق الاسلاميه كلها، نحب الطوائف الاديان، نعيش الحياه مو بس بالوجه، قولتهم بالوجه مراي وبالظهر مقص. الكلمه الثالثه لازم الصدق، يكون عندنا صدق اخلاص. ذاك الوالد كان يقول واحد سيدي اللهم سيدنا محمد، ما ادري هو الحداد او الطائي من الساده الصوفيه، سالوه قالوا له ما الصدق، راح يبلهم قام يشعلوا لي نار ويبوا لي صيخ حديد صار احمر، يقول كان يحط على كتفه، قال هذا الصدق من يتحمله. ان شاء الله كلامنا يدور على هال3 نقاط. يعني الكويتين بحر وبر عاشوا ما في لا شرك ولا بدعه ولا التوحيد، كانوا هم اهل التوحيد. حتى معركه الجهره بالفص الاحمر بالعشرينات كانوا محمد الوهاب وجماعته كفروا والله يغفر لهم اهل الكويت على الزقاير. حتى مر الكويتي بعمنا مدرسي هاشم احمد الرفاعي يقول يدتنا رقي احمد حسين الفضاله زوجة يدنا السيد صالح احمد الرفاعي، والمحامي الاول السيد هاشم السيد احمد الرفاعي كانت تقول احنا ما عندنا لا احنا مشركين ولا شيء ولا ديدن اهل الكويت والناس اللي يعني العقلاء. فان شاء الله خطابنا يشيل منا الوهم والوهن، نقول يا الله ونركز على الاخلاص المحبه وعلى الصدق. شفتوا الفساد الحين؟ مع ان انا ما ادري بس 4-5 اجهزه وفلوس ومعاشات وامتيازات، ويا رب المحبة. الله سادة صوفية يكتبون المحب، اللهم اجعلنا من المحبين، قولوا آمين وشكراً.